كده بس عليك على خير. الله يسلمك يا مريم. كده يا بنتي لاباس عليك؟ لاباس الله يبارك فيك. مرحبا بيك معانا. الله يطول لي عمرك. شنو محضره لينا مريم؟ الا بغيتي واحد الطاجين ديال اللحم بالغني بلي شو دو بروكسل. يلا هو صغيور. نعم طاجين ديال المقادير. نعم كيلو ديال اللحم الغنمي. كيلو ديال اللحم الغنمي. راس ديال الثوم. راس ديال الثوم. ربطة ديال المعدنوس. نعم ملح. شوية ديال الملحة. إبزار. إبزار. خرقوم. خرقوم. كاس ديال العنبة عامر مزيان ديال الزيت. كاس ديال الزيت ديال العنبة. ونص كيلو ديال الشو دو بروكسل. نص كيلو ديال الشو دو بروكسل. هما داك الكروم صغيور داك المكور صغيور. طريقة كناخذ اللحم ملي كنغسلو. نعاودو المقادير الا سمحتي مريم. قلت لنا كيلو ديال اللحم غني يعني كيبقى الكميه ديال اللحم. لو كلات السيده راه غتعرف القياس ديال سعرها وديال جيبها ووليداتها وعلى حسب افراد العائله. عندنا واحد الرات ديال الثومه، واحد الربيطه ديال المعدنوس. بالنسبه للتوابل عندنا الملحه الابزار والخرقوم وواحد الكاس ديال الزيت نتاع العنبه زيت الروميه العاديه ياك. وواحد نص كيلو ديال الشو دو بروكسل. هما داك الكروم صغيور يعني كاين بعض المدن اللي ما غيلقاوهمش. ممكن نبدلو بالكروم بالاخر مقطع حتى هو كيجي في نفس الطريقه ولا لا مريم؟ لا انا حيت هكا مجربه، انا ما مجربهش بالاخر. نعم لا 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 لان هذه القصه ديالو دابا راه موجود في الاسواق. نعم تفضلي. ملي كناخذو داك الحيمه وكنغسلوها مزيان خصنا نشفوها بواحد المنديل من الماء. نعم نحكوها مزيان بالملحه والابزار وما نكثرش الملحه حيت قد يجي مالح حيت غيتقلى. نعم شويه ديال الملحه والابزار نحكوه مزيان ونلقدو الكوكوط او لا شي طنجره بحال تكون ثقيله بحال الكوكوط. نعم نسخنو فيها الزيت مزيان تنديرو داك الزيت حتى كيسخن مزيان. تفضلي. تنديرو فيه الحيمه ثقله كنضيفو لها الثومه وربيطه ديال المعدنوس وشويه ديال الخرقوم. فكتاخذ اللون ديالها فكتحمر مزيان. من بعد كان داك الزيت الى بقى مزيان ما محروقش كنخليوه. هو الثومه الى كان كنبدلوه. الثومه كنخليوها غير يصحى ما كان كنضربوها بالسكين ضربت. نعم غير نضغطوا عليها. اي نضغطوا عليها. تفضلي. الى بقى الزيت مزيان كنحتفظوا به ما تحرقش. نعم. إذا كانت كيف ما قلتي الكوكوط ثقيله راه غيبقى شويه كانت خفيفه حتى ما يتغيرش اللون ديالها تبقى شويه مزيانه. كنضيفوا عليه واحد كاس ديال الماء حياتي صغير. وكنقصوا عليه العافيه نار مهيله وكنخليوه يطيب على خاطرو ساعه ساعه كنخويو داك كويز الماء. كل ما كنشوفو قرب ينشف كنخويو عليه الماء. يعني طول ما كان اللحم طيب حنا كنزيدو شويه ديال الماء على حسب الحاجيات ياك. ملي كنحسو به قرب يطبق واحد ربع ساعه كنرميو فيه داك لوش البريكسيل وعاوتاني كنمرقو بكويز الماء. حيت ربع ساعه هي الوقت ديال الطياب ديالو. نعم صافي. ملي كيطيب خصو ينشف من الماء ديالو، خصو ينشف الطاجين خصو ينشف يبقى يديك الزبيطه حتى يتنشف مزيان ما يبقاش فيه ميبقاش ما تبقى رطيبه. نعم تبقى صحيح. كنوجه الطبق كنحطو داك اللحمه وكناخدو داك الشو الاحسن نديروه في لي كوردون ونسكو في داك الحيمات يعني كنثبتوهم بداك العبيدات نتاع الاسنان ولا ديال الطبخ. كنثبتو داك لي شو ديك الكرومب اللي عندنا في اللحم واللي بقى كندوروه في جنيبات ديال التفصيل. ايوا كنقدموه بالصحة وراحة. الله يعطيك الصحة مريم شكرا على هذا. واحد السليدة إلا كاين شوية الوقت تفضلي ناخذوا سلطة من فوق معاه واخا كناخذوا واحد الخصة كبيرة. كنغسلوها مزيان وكنقطعوها غير بيدينا فوق التفصيل. نعم وكناخذوا معها شوية الزبيب فوقها. نعم وشوية القرقع.
يعني الزبيب والكركاع على حسب اللي بغينا ياك. لا هاد السلطه كلها اللي عندنا في الدار حويجه حويجه من كل حاجه خفيفه. نعم. وناخذوا كوكا ولا جوج هذاك الراس ديالهم كنحيدوا ليه الورق حتى تخضر. كنقطعوا حتى هو طريقه صغيورين. نعم. والمايس الذره ديال العلبه الصغيره. وكناخذوا البنانة بحال اللي قلت لك ديك المره كنقطعها دوائر كناخذوها بالمرشم. نعم. كنسلكها فواحد الوصفه واحده اخرى وكندير لها شويه الحامض. وتتفاح ما كنقطعوش دوائر كنقطعها هكا طول باش هو كنديروا له المرشم. يعني تقطع تيجيو فيهم شكيلات المرشم الصغيور نطبعوا بهم ديك الطريفات نتاع الدوائر. ما كاين لوليداتنا البنيته ولا هذا لا ما كيبغيو هما هما يديروا هذا الشيء يعاونونا فيهم. هاد المرشمات كيعجبو الوليدات. نعم. ومن بعد؟ ومن بعد كنسقو نسقيوهم بحال لاصوص مايونيز حنا كنديرو حك ديال الياغورت مسوس طبيعي. نعم. صافي تايو كنقدموها بالصحة والراحة شكيل آخر مغير ديال ديال السلطة ما فيها لا ملحة لا بزار لا حتى حاجة تسقى غير الياغورت. إلا بغيتي داك الياغورت ديري فيه تنسميه. بغيتيه تخليه طبيعي وداك لوغو ديال الخضيره هكاك. نعم. تيجي مزيان لان فيها الحامض مع لي فخوي فيهم الحامض. نعم. تبارك الله عليك مريم شكرا على الوصفه. صحة وراحة. على الطاجين والسلطه تبقي على خير ويوم سعيد مريم.